والله العظيم نورت يحكي اسم الله عليها، الحمد يحكي لله على اسم الله ما السلامة. شاء الله. ده الله احمد ابو يسلمك، ايمان جمعه هم. الله يسلمك، مبروك يا اولاد، الله احنا يبارك فيك يا أمه. سهرتوا كده واتفسحتوا وجيتوا. ايه المفاجأة دي؟ شفت احمد بقى ماما ورجع بيعملوا ايه هنا؟ بنعملوا ايه بقى؟ انا هقول احنا ما بحبناش يا حبيبه قلبي نتعبوكي وتجيلنا الصبح بدري كده وتبقي صاحيه يوم الصباحيه وتنزلي لحماتك ولسلفتك بالحاجه اللي انت جايباها. هي مش حاجتي صح؟ حاجاتك ده حاجتنا احنا يا ايمان، مش ده الصابون يا اختي؟ دي حاجاتك قمي ده ايمان. يا ايمان، الصابون طبعا ده، جيبوا ما فرشها لي في الصابون ده الدولاب قمي ده. ما عندهمش دم هما الاثنين. وليد يا بابا، انا يا رب بتروح انت وهو سواد. يا محمد فضحتنا يا محمد، الاحتباس بتاعي يا محمد. الصابون انا يا واد يا محمد هجيب لك الترنج والشبشب، انا هجيب لك الترنج والشبشب. هاتهم له يا ماما عشان ما حدش عايز ترنج وشبشب غير اللي عاوز ترنج وشبشب. والفاتيره انا كنت مراقب. تعالي يا ماما تعالي. تعالي يا بنتي يا رضا. والله يا بنتي ارضى على ريحه الاوضه. العبايات شكلها مش شن يا حبيبتي. هدوم اللي جايبها لك اهي يا بنتي ارضى. هي عارفه ان انا بحب اللون ده يا ماما. ايه ده ايه ده؟ الله، هي عارفه ان انا بحب اللون ده. استنى استنى استنى، ايوه الله. دي يا بنتي ارضى دي بتاعت رمضان بقى، دي اخليها انا بقى، دي رمضان. النبي هيبقوا جمال عليكي. خد. طب وانت يا ماما كرتونه الصابون اللي وراكي؟ طب وانت الفوط بقى، هات الفوط بالمره، هات الفوط. انا الفوط هات ستي حبيبتي، وانت تاخدي العبايات. بس ما تجيبيش لخالتك ولا لعمتك، يا لهوي ده هيفضحون. وحماكي يا رضا، وحماكي. يبقى نقول لها نعدي النهارده كده عشان الليله تعدي على خير. انا هاخد الفوطين دول وانت تاخدي الثلاث عبايات دول، هي اكيد جايبهم لنا. اه طبعا، بدل ما نحرحروها الصبح تنزل بالصباح. ايه ده ايه ده؟ كرتونه صابون مليانه يا بنت رضا، صابون. طب ناخدوها كده، عامله حسابنا في كل واحد حتى خمس حتت ولا حاجه. ناخدوا الكرتونه يا ماما نبقى نطلعوا لها هي بنت. انا حاسس بس عشان تقيله يا ماما على دراعي. يلا بينا حبيبتي، يلا يلا عشان لما يجوا حتى ياخدوا ريحتهم ما يتحرقوش مننا. ربنا يسعدك يا احمد يا ابني. يا رب يا رب يا ماما، يا رب يا رب يا حبيبتي. يا سلام يا ايمان على كرمك. يلا يلا يا حبيبتي، والله يا اختي اسم الله عليها، يا الحمد لله على السلامه ما شاء الله. ده احمد ابو ايمان جمعه هم. الله يسلمك، مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا امه. سهرتوا كده واتفسحتوا وجيتوا. ايه المفاجاه دي؟ شفت بقى ماما ورجع بيعملوا ايه هنا؟ بنعملوا ايه بقى؟ انا هقول احنا ما بحبناش يا حبيبه قلبي نتعبوكي وتجيلنا الصبح بدري كده وتبقي صاحيه يوم الصباحيه وتنزلي لحماتك ولسلفتك بالحاجه اللي انت جايباها. هي مش حاجتي صح؟ حاجاتك ده حاجتنا احنا يا ايمان. مش ده الصابون يا اختي؟ دي حاجاتك يا ايمان. ده يا ايمان الصابون ده، جيبوا ما فرشها لي في الدولاب. الصابون ده قماش؟ هو انتوا رايحين بقى فين؟ مش انت يا اختي جايبين الحاجات ديت؟ انا جايبه، جايبالي انا الفوطين دول. ايوه يا ايمان، العادات والتقاليد بتاعتنا هنا بتقول ان العروسه لازم تجيب لحماتها وتجيب لي سلفتها وتجيب لحماها، بس هنا عندك عتاب. سلفتها هي بنت اخت ليه؟ هو انا جايه من الحجاز يا جماعه؟ عتاب ايه والكلام ده؟ بس انا ليه عتاب عليك يا ايمان؟ زعلانه منك وانت تيجي على العروسه ما تجيبش لخالتك هديه زي ما جابت لنا، ولا حمل بيت دي تجيب له حاجه كده سبحه ومصليه ولا حاجه. ليه يا جماعه؟ ما لسه قايلها لكم وانا جايه من الحجاز. يعني ايه يا ايمان؟ ده هي دي عاداتنا وتقاليدنا هنا يا ايمان، العروسه لازم تجيب الحاجات دي لاهل العريس. ازاي امك ما تعرفكش بالعادات والتقاليد بتاعتنا؟ يعني هي العروسه هتجيب لنفسها ولا هتجيب لاهل العريس؟ لا بتجيب لاهل العريس. يعني بتجيب لاهل العريس؟ احنا ده هتجيب لنفسها. الكحك والبسكوت بتجيبه له، حتى العشاء اللي العروسه تتعشى منه، والفطير والفطير في تاني يوم الصبح. انتوا تخلوا كلامكم معايا لما تقولوا لها مبروك والف مبروك. طب ما انا قلت لها يا ابني مبروك وانا ما من قلبكم انتوا؟ من قلبي والله، دي زي رضا بنتي. انتوا ايه اللي دخلتوا جوه مع نفسكم كده وتاخدوا والله يا ايمان؟ والله احنا خايفين عليها. كاسفينك والله لو واخدينهم. يلا يا ماما، احنا خايفين عليها من نزول السلم الصبح. الف مبروك يا احمد يا اخويا حبيبي. الف مبروك يا ايمان، عقبال ما اجي لكم يا معاملتكم كده يا رب. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير يا ابني. خدوا اللي انتوا عايزينه. مبسوطين؟ مبسوطين يا حبيبي، مع السلامه. معلش ما تزعليش، هما كده يعني ايه عندهم كده نظام اعداد وتقاليد، هما ماشيين على النظام ده، فمعلش حقك عليا. وابويا بس يجي من الشغل اكيد يعني هنتكلم معاه، فابويا مش هيرضي له خلاص. بص يا احمد، هو مفيش حاجه تغلى عليهم، تمام؟ تمام. بس يعني الوضع نفسه مش ظريف ان هم يدخلوا اوضه نومي يفتحوا دولابي وانا ما اعرفش، حتى ما استاذنوش. انت اصيله وبنت اصول وبتفهمي في الاصول، فانت بس هنعدوها. والنهارده فرحنا بقى وعايزين نباصك كده ونفرح ولا ايه؟ والله هعدي اي حاجه عشان خاطرك. اه يعديها كده. يلا بينا، يلا. مبروك علينا، مبروك علينا. استنى عشان ها
بتاعت شقه ال 24 ساعه بتشرب قهوه كده. ودي ولد جوز بيتكلم مع مين جوه ده؟ مش صوت ابوك ده اللي ترضى؟ هو جه من الشغل. اه والنبي ده الحاج محمد، كنت مستعجل في الفرح يعني؟ ويلا يا حجه عايز اروح الورديه يا حجه. شكل عيش يا حجه. طب ايه يا اخويا اللي جابك تاني على طول كده؟ والله واحد صاحب ابن حلال بدل معايا النهارده، قال لي روح عشان فرح ابني. والنبي الف بركه يا حاج انك جيت، انت بقالك كام يوم مهلوك معانا في الفرح. بص عليهم اشوف. استنى عشان ما يكرموشوش لما نشوف. شفت يا وليد؟ شفت يا بابا؟ جبنا ايه من عند ايمان مرات احمد ابني؟ الله. والنبي عشت وشفت اليوم اللي جوزت فيه ابني حبيبي. تحتي. تحتك ايه يا وليد؟ اسكت. ده انا زعلان. ما جابتلكش الحاجه اللي انت كنت قايل لها؟ ترنج وشبشب. ترنج ولا الشبشب؟ ما جابتش. انا موصى احمد اخوكي يجيب لي الترنج والشبشب بنفسه. هي كانت جايبه لنا. كانتش جايبه لنا. ما تعرفش قابلتنا على باب الشقه اللي فينا ايه؟ احكي له يا رضا. هقول لك انا يا ولدي. احنا قلنا علشان ايمان، اذا ما انت عارف احنا سيبناك هنا وقلنا لك احنا طالعين فوق. اه علشان عشان نشوف الحاجه. ما انت كنت عايز تطلع بس قلنا لك لا عيب. لا انا قلت هبطلع اتعشى مع احمد بالليل بقى وخلاص كده. بقى عيب يا وليد برضه. المهم خد يا محسن الصابون عشان تقيل بس. المهم يا وليد طلعنا قلنا الايمان عشان ما تتعبيش نفسك يا حبيبتي، احنا خدنا الحاجه وجبناها. صابون هو اسمه كميده يا حلم مع الرب. كميده يا وليد ده؟ لا ده نوع تاني كده اغلى كده يا حماتي. بس ايه اغلى من الكميده؟ اتجنن. احكي. بصي بقى يا وليد، طلعنا بنقول لإيمان إيمان ما قبلنا إيه اللي أنتوا جايبينه ده ومش إيه اللي أنتوا جايبينه ده، قلنا لها إيمان الحاجات اللي أنت جايبها لي. قالت مين اللي قال لك أصلاً إن أنا جايبة لكم حاجات؟ قلنا لها أمال إيه دي يا إيمان؟ قالت دي حاجتي. وأنت كمان يا إيمان ما كنتيش جايبانا، ده العادات والتقاليد هنا عندنا لازم تجيب لحماتك والحماكي والأخت جوزك والجوزها. وانت يا ام سلمى ما قلتلهاش على الكحك والبسكوت ليه؟ وعرفتها انه معهد صحت ومش صحت تجيب صلاحيه؟ طب ما بيستهبلوا الناس ولا؟ خد يا وليد حط المفاتيح بتاعت شقه احمد ابني دي جنبك. ولا احمد جاب لي الترنج والشبشب اللي انا قلت له عليه؟ والله انا كده زعلان. مفاتيح شقه احمد شيلها. شيل اي حاجه. كملي بس. كملي بس. بص بقى يا بابا، ما جابتلكش انت بقى لا المصليه ولا القفطان ولا السفر. لا والله يا جماعه كده يا ماما. واسكت بقى على اللي قاهرني اكتر واكتر. ما تعرفش بقى اللي قاهرني ايه؟ ما جابتش لاخوات البنات ولا جابت لاخوات الحاج ولا جابت لام عادل اللي على اول الشارع اللي كانت جايبه لي حاجات قد كده لما ابنها اتجوز. لا راس ده البياع اللي هنا راح تبدا بجد. ايه؟ اللي بيبيع في الاخر. ما هو ده هياخد كحك البسكوت يا حاج. يا فناء والله يا بابا. والنبي والنبي هفرق على الجيران ايه الصبح يا حاج؟ انا حاسس يوم ما رحت مع احمد اخوك الجماعه دولت ان هم مش اللي هم مش صحاب واجب صح؟ تقدير كده بس انا خدته. الالوانات اللي انا بخلي قلبها يتحرق على العبايات كده اهو عشان بعد كده تبقى تعرف. دي بقى هسيبها لرمضان للسنه الجايه. اه حلوه دي صدقيه. اه صح. لما نروح نفطروا في الخيمه اللي بيعملوها هناك على البحر دي تبقى ماشيه معاها. لا تروح تفطر في السنوسي. ما بيعملوش خيمه هناك. انا عايز سؤال واحد بس بعد اذنك. الحاجات دي جبتها اللي قطعت حدت من بتاعه البيت بتاعت فرحها. اه يا بابا خدتها بناء عليه. يا كبرتي يا كبرتي عاداتنا وتقاليدنا يا بابا بتقول كده. يا كبرتي البيت انت عندك. لا عندك انت خد. لا ده مراتي اللي هتتكلم. ما انا عارف. ما خدش عشان مراتي. العبايات هتكلمش يا بابا. قمنا من روح. اسمع يا ابني تخش على حماتها وحماها بالحاجات اللي مرات اخوها عطيهالها تقول ايه علينا؟ جايبه لها هدوم قديمه تفضحنا؟ خلصتي؟ اي حاج في ايه؟ خلصتي؟ عمال تصدني كده. انت خلصتي؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ اوعي ايدك كده. نفسيه البت يا حاج قدام جوزها. ايه نفسيه البت وايه جوزها؟ ده ما عندهمش دم هما الاثنين. وليد يا بابا. انا وليد بقى بتروح انت وهو صار. محمد فضحتنا. محمد فضحتنا. انت جوز يا بنت حسن. انا يا واد يا واد هجيب لك الترنج والشبشب. انا هجيب لك الترنج والشبشب. هاتهم له يا ماما عشان نفسك. محدش عايز ترنج وشبشب غير اللي عاوز ترنج وشبشب. والفاتيره انا كنت مروح. بس مش عايز البسه. ما جابتش فاتيره. ايه؟ في بياع بيبيع تحت حبيبي. لو ما جابتش صباحيه بكره اللي نفضح هنجربها. كويس والله. في فرقه تحت في شخر الشارع. ما تحرقش دمك يا ولد. ما تحرقش دمك يا حبيبي. دم موصيانه اجيب لها فاتيره وهي اللي مروح. هعمل معاها ايه طيب؟ ايمان تنزل من الصبح يا ماما تخبز الفطير معاك. عشان حماتي. لا عشان وليد. زعلتني يا ما هو عشان وليد. اه طبعا. لا ده امي اللي عايزه الفطير ولا انا ما بقولش. امك كمان. امك كمان عايزه فطير. عشان الموصيه. لا والله غلطان. الفطيره معايا وانا مروح. انت عايز ايه يا حاج محمد؟ انا عاوز ايه؟ انت ما خلتوش حاجه نتكلم فيها. انت اساسا قبلت الحكايه كلها. ديت بنت يتيمه. لما جابت هدوم دي ازاي وحوشت نفسها ازاي واحنا مناسبينها معاك؟ اليتيم بيدخل باحلى حاجه. بيدخل باحلى حاجه بس ما تستنيش منه حاجه. ايه العادات والتقاليد البايخه دي؟ واليوم بنتك ما اتجوزت ده جابت للجيران وللعيله وعيله العيله وجابت للناس. امال انت جايب حاجات بالالوفات. ده رضا مفرقه على نص الشارع بتاعك. طب اهو قسما بالله لا انت ولا رضا قاعدين في القعده اللي انا قاعد فيها. يلا يا نهار اسود. يلا تخرج بيتك. يلا بنت جوبي تخرج بيتك. ايوه الكروس انت كمان وراها. نفسيتها هي يا حاج.
نفسيه البنت يا حاج. اخوكي قسما بالله ما انت لابساها. نفسيه رضا ووالد يا حاج. كده يا حاج كلمه كمان انت راجعه هتحصليهم. خلي بالك انا الاسلوب ده والطريقة ما مشيش معايا. شغل الحموات وشغل العصابات ده ما مشيش. اتجه ربنا اتجه ربنا في نفسك. ايه يعني عادات وتقاليد؟ ما جابتش عباير ديت ما جابتش بطل ديت هتموت الدنيا. الدنيا مش هتموت. ما حدش ناقصه حاجه النهارده. كل واحد عنده اللي مكفيه وزاد منه. دي بتبقى فرحه يا حاج. فرحه بس ظروفها ضيقه واحنا بنسبنهم على كده. مش فرض يعني. مقتنع بكلام ولا مش مقتنع بكلام انت؟ اقنعتني يا حاج. هو في ايه؟ مش بيع وشروه. تاخديه منها برضاها ما تاخديش منها غصب عنها. تكسر خاطر واحده زي دي عشان ترضي بنتك وترضي الجيران وترضي بتاع اللي مش عارفه مين وترضي مين بكحك وبسكوت وفطير. ايه العادات اللي مالهاش عازه دي؟ كل واحد بظروفه. النهارده ما حدش ناقصه حاجه. كل واحد بيته مستكفي باللي هو فيه. لا حد مستني فطير ولا حد مستني جلابيه ولا حد مستني فوطه. كل واحد ربنا قدره على اللي هو فيه وكل واحد بيعمل اللي بيقوله على قد جهده وعلى قد مسؤول. مش فرض. معلش لازم يعني تذبح عشان خاطر ايه؟ هات فوطه لا هات مصليه هات بتاع. ما جابتش ما جابتش يا عم. دي كل حاجه بتجيب بتقدير وهي ظروفها ضيقه غير ظروفها ضيقه. عادات وتقاليد مالهاش عازه. يا رب رساله تكون وصلت. السلام عليكم.